ايه بقى اللي جاي في الايام اللي جايه في مهرجان عالمين الجديده؟ كل الكواليس والفعاليات اللي جايه هنعرفها دلوقتي من جمانة ماهر ولقائها بالمايسترو محمد عبد الستار. تقول لنا بقى على اخر التفاصيل عن حفل كورال مركز تنميه المواهب بدار الاوبرا. مساء الخير عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا فسنت، ومساء الخير والسعادة على كل مشاهدين القناة الأولى في كل مكان. الحقيقة يمكن قبل ما نتكلم عن الكواليس وتفاصيل اليوم النهاردة، خليني بسرعة جدا أروح للمايسترو محمد عبد الستار، هيكلمنا عن الحفلة اللي يمكن خلصت من دقائق قليلة جدا من على المسرح الروماني من المدينة التراثية في مدينة العالمين. طبعا كورال مركز تنمية مواهب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، كانت حفلة ناجحة جدا وهنعرف كواليسها، وكمان كانت بحضور دكتور مصطفى بتبولي رئيس الوزراء وكمان دكتور خالد عبد الغفار. خلينا نعرف كل التفاصيل من المايسترو محمد عبد الستار. منورنا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب، وكمان ببارك لك على نجاح الحفله النهارده. وحضرتك طيبه، ومتشكر جدا لذوقك، والحمد لله. طبعا انا بشكر ربنا على حسن الاستقبال والحفاوه اللي استقبلونا بيها، وقد ايه كان السيد رئيس الوزراء مبسوط جدا، ووزير الثقافة كان مبسوط جدا. الحمد لله قدرنا نقدم وجبة جميلة، يعني الناس استقبلونا بشكل كويس قوي، لأن ده بياخد مننا جهد كبير قوي، يعني انك تقدري الأطفال تتعاملي مع أطفال من 10 ل 20 سنة، فده بيبقى شيء صعب قوي. فالحمد لله ان ربنا قدرنا ان احنا عملنا شيء كويس، وقدمنا فن جميل متنوع بحيث ان نرضي الجمهور ونرضي نفسنا. طبعا اكيد قبل ما نتكلم عن تفاصيل الحفل النهارده ونتكلم على يمكن العرض الجميل اللي قدمته على المسرح، خليني اعرف من حضرتك اهميه وجود كورال زي كورال مركز تنمية المواهب، فكرة وجوده في مهرجان العالمين، وكمان فكرة اهتمام مهرجان العالمين بالمواهب الصغيرة، وفكرة ان هي تكون موجودة وتقدم عروض كمان للجمهور، ازاي بتأهل المواهب دي انها تكون فنانين كبار في المستقبل؟ هو طبعا الحقيقة ده شيء اسعدني ان احنا نبقى متواجدين في المكان الجميل ده، وان احنا نعرض على المسرح الرائع ده. طبعا بالنسبة للأولاد الصغيرين دول بياخدوا مننا جهد كبير جدا، لانك ولد بيجيلك عنده 8 سنين او 10 سنين او 12 سنه، بتقدر ازاي تحفظيهم تراث بلدهم وثقافه بلدهم الموسيقيه؟ فده بياخد جهد جبار، لانك تقعدي تطبطبي شويه او تقعدي تزعقي شويه، فده الحقيقه يعني جهد مضني، ولكن ربنا الحمد لله بيقدرنا، بناخدهم ونسمعهم وندربهم ونشوف اللي يصلح للغناء الفردي بنقدمه يغني غناء فردي، اللي بيغني جماعي لحد ما يعني ياخد دوره ويبقى جاهز للغناء الفردي بنقدمهم جميعا. وده شيء كويس ان انت بتنمي موهبه صغيره من عندك وبتكبريها واحده واحده على ايديك لحد ما توصل لمكانه كويسه. طيب مايسترو، يعني يمكن وجود كورال مركز تنمية المواهب على نفس المسرح اللي لسه امبارح كان كمان الفرقة المصرية للموسيقى العربية بتقدم عليه، ويمكن فرق كمان كبيرة جدا قدمت من نفس المكان في نفس النسخة، النسخة الثانية لمهرجان العالمين، ده بيمثل لكم ايه؟ والله حاجة مشرفة جدا ان احنا نثق في مركز تنمية المواهب وكورال اطفال مع شباب، دي ثقة كبيرة، فلازم نكون احنا قد الثقة دي. فالحمد لله ان احنا قدرنا نشرف الاوبرا وعملنا عرض مشرف، وبنشكر دار الاوبرا وبنشكر الدكتورة لمياء على ان هم دايما بيقدموا لنا كل الـ يعني التسهيلات في ان احنا نشتغل بشكل كويس، وان احنا نيجي نقدم عروض كويسة في مسارح مختلفة. اخيرا يعني حابه اعرف من حضرتك الاستعدادات اللي كانت موجوده على المسرح، ازاي اخترتوا الاغاني اللي هتتقدم، ازاي يعني الاطفال بقى كمان حضرتك قلت اعمار مختلفه، ازاي اهلتهم، وازاي عرفت زي ما قلت كده تطبطب على الاطفال، وازاي ازاي قدرت تعمل ده، وهل في استعدادات خاصه لتقديم عرض على المسرح الروماني في مهرجان العالمين؟ احنا الحقيقه بنقعد يعني على الاقل مش اقل من اسبوعين ندرب في الولاد ونختار البرنامج، يعني لكل مقام المقال زي ما بيقولوا، ان احنا بنختار الحاجه اللي تليق على الحدث. يعني احنا جايين مهرجان عالمين، يعني الناس لابسين شورتات ولابسين، فما بنقدمش الوجبه اللي هي الدسمه قوي من موشحات وادوار والى ذلك، يعني فبنقدم التقطيق والحاجات الخفيفه
اللي هي في نفس الوقت ما فيهاش اسفاف، وفي نفس الوقت بتثقفي الولاد وبتدي لهم جرعه ثقافه كويسه، وفي نفس الوقت بتقدمي شيء راقي يعني بكلمه كويسه ولحن كويس، فده شيء يعني بيبسطنا. زي ايه؟ قولي كده للساده المشاهدين، قدمتوا ايه النهارده؟ احنا قدمنا النهارده مصر التي في خاطري، فتحنا بيها وغنينا اكذب عليك، وغنينا اتفرج على الحلاوه، وغنينا حبيبي وعناية، وغنينا طير يا هوا، وغنينا بتونس بيك، وغنينا توتا 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 ولا تخلص الحدوتة، الغنوة اللي هي الشهيرة بتاعت الفيلم أفواه وأرانب، وقدمنا حاجات كتيرة الحقيقة يعني لاقت إعجاب وحفاوة من الناس. أكتر أغنية الجمهور اتفاعل معاكم عليها كانت إيه؟ يعني هم في كل الحاجات، بس كانت في اتفرج على الحلاوة دي عشان هي غنوة شعبية شوية في الكولورية، فهي لقت استقبال كبير من الناس يعني الحقيقة، وتفاعل الجمهور وسهر الليالي برضو، الناس الجمهور قام ولع المسرح ورأس يعني وعملوا سمع الصوت. ما انا بقول لحضرتك يعني في كذا اغنية الحقيقة، مش اغنية واحدة يعني. طب فكرة حضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكمان دكتور خالد عبد الغفار، بالنسبه لكم هي اكيد شويه بتبقى كمان يعني ممكن تكون يعني عليكي طبعا عشان خاطر انت عايزه تقدمي احسن ما عندك، لان هو هيقعد فتره صغيره فلازم تقدمي يعني النماذج اللي عندك. فانا قدمت اوبريت الليله الكبيره بشكل بالاطفال هم اللي غنوه طبعا، لان دول هو الجيل المستقبل اللي انت بتبني فيهم وتعملي لهم عمليه تقويه في الغنى بالاغاني التراثيه القديمه الحلوه. فبدانا بالليله الكبيره بعد طبعا مصر التي في خاطري، وبعدين طير يا هوا، وبعدين اتفرج على الحلاوه، وهم كانوا متفقين هيقعدوا لحد هنا، فالحقيقه قعدوا شويه كمان، ووزير الثقافه قعد يكمل الحفله يعني الحمد لله، ويعني الحمد لله استحسن الموضوع وطلع اتصور مع الولاد وبتاع، فده كان شيء مشرف يعني الحمد لله. الحمد لله. الحقيقه انا عارفه ان انا قلت اخيرا من سؤالين، بس في اسئله كتير جدا برضو يعني هستغل وجود حضرتك معايا فيها واسالها لك. وفكره تفاعل الجمهور، ويمكن تفاعل الجمهور في مهرجان العالمين مختلف، الجو مختلف، المكان نفسه مختلف، ده سؤالي بقى لحضرتك، شايف تفاعل الجمهور نفسه معاكو كان عامل ازاي؟ كان مختلف ولا زي باقي الحفلات؟ لا انا شايفه مختلف، لان انت بتقدمي ان ما حدش بيقدم مغنيين اطفال، فان كون انت تقدمي طفل عنده 10 سنين ولا 8 سنين و11 سنه يقدموا الاغاني بالشكل ده واصوات بجد مش اصوات بتهزر، وبيغنوا وبيعملوا تطريب وبيعملوا تكنيك غنى عالي كانهم يعني دارسين في ايوه بالظبط كده، فده طبعا شيء مش بالسهل ان انت تطلعي طفل يغني بالحلاوه دي، فالحقيقه كذا بحييكوا على ده طبعا. لكن انا سؤالي لحضرتك هو تفاعل الجمهور، انتوا قدمتوا حفلات في اماكن كتير جدا وامام جمهور بشكل كبير كمان، لكن فكره التفاعل نفسه جمهور العالمين في الحفلات او الحفلات الثانيه، جمهور في الحفلات الثانيه شايف بيبقى مختلف؟ الحفلات الثانيه طبعا بتبقى لسه لو احنا بنعرض في الاوبرا يعني في نوعيه او اغاني معينه هتتقدم، ما انا قلت لحضرتك من شويه ان ايه على حسب الحدث يعني، انا بغني في اوبرا يبقى لازم نغني حاجات كلاسيكيات اكتر، واخده بالك؟ فبنيجي الناس لغني لابسين شورتات وجايين وشباب وبتاع، فبرضو ايه بديهم الجرعه اللي فيها تطريب وفيها برضو جو من المرح وفيها جو من الحب والحاجات اللطيفه اللي هي بتعجبهم عشان يتفاعلوا معاكي، انما هاجي اغني لهم مثلا الاطلال ولا هاجي اغني لهم ليها محبيها برضو، ما ليها محبيها بس دول يعني معظمهم شباب يعني ايه، ما انا قدمت، ما انا بقول لحضرتك قدمت بتسال لي عليا، وقدمت حبيبي وعناية، وقدمت طاير يا هوا، وقدمت يعني اغاني مناسبه يعني مناسبه للحدث والاجواء يعني ايه علشان ترضي الناس كلها، وتقدري في نفس الوقت الجمهور يتجاوب معاكي، مش ما ينفعش اقدم موشح هنا ولا اقدم دور ولا اقدم قصيده، لكل مقام مقال بالظبط، فهو ده يعني اللي انا فكرت فيه لما فكرت بدات بحاجه في ودانهم. الليله الكبيره كل الناس كانوا يعني متجاوبين وكلهم كانوا بيغنوا معانا، سهر الليالي الشباب ورا كان انا بصيت الحقيقه لقيتهم واقفين ومقطعين الدنيا سقف وراس يعني يعني الذكاء في انك تختاري تشوفي نوعيه الجمهور اللي انت تقدمي له الوجبه.
هل ده جمهور يعني يسمع عبد الوهاب مثلا الجندول ولا الانتقاء مهم كحضرتك بقى كمايسترو بقى وحضرتك شغال على المسرح الروماني يعني مسرح هايل الحقيقه وفي الجو ده وفي مهرجان العالمين وفي مناظر حقيقي حلوه جدا طبعا. انت بالنسبه ليك انت اجواء الشغل كانت عامله ازاي النهارده على المسرح الروماني؟ سعيد جدا جدا لان بقى فيه في بلدنا يعني مسارح وحاجات بالشكل ده، فكوني يعني اعمل مسارح بالشكل ده وابني يعني صرح كبير زي ده واجذب الناس لانهم يجوا يشوفوا بلد جميله زي دي ومسرح جميل زي ده، فده شيء يسعد ويشرف يعني. مواهب كمان يعني زي حضرتك وزي كمان اعضاء فرقه كورال مركز تنميه المواهب بدار الاوبرا المصريه، الحقيقه انا سعدت بلقاء حضرتك جدا وشكرا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك على نجاح الحفله النهارده. شكرا ليك والقناه الاولى ودايما موفقين ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. بس انت ده كان لقائنا مع المايسترو محمد عبد ستار طبعا بعد الحفل اللي كان على المسرح الروماني، حفل كورال مركز تنميه المواهب بدار الاوبرا المصريه، قدموا اغاني كتير جدا وحلوه جدا وكان في حضور قوي جدا والحفله كانت زحمه جدا زي ما سمعتي من المايسترو. هتابع معاكم كمان كواليس اليوم كانت ماشيه ازاي لكن بعد شويه وهرجع لك مره تانية. بس انت شكرا لك يا جمانه.